بالأمس محمد صلاح كالعادة كسر رقم قياسي وصل للهدف 150 في تاريخه مع ليفربول في كل البطولات الأوروبية والمحلية في الدوري الإنجليزي. أخبار أخرى عن محمد صلاح وأخبار أخرى عن الزمالك والأهلي وبطولة الدوري المحلي مع سمر الزهيري. سمر، شكرا لك همام. مع أخبار الرياضة، تعادل الزمالك مع مضيفه سجرادا الأنجولي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة لواندا ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، حيث حصل سجرادا على النقطة الأولى له ليحتل المركز الرابع في المجموعة. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي. صباح الخير دكتور محمد. فقدنا الاتصال الهاتفي مشاهدينا. يستأنف فريق الأهلي تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها 8 من مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام بالجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب عودة الفريق الأحمر من السودان بعد التعادل السلبي مع الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة. فاز توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 خلال مباراة بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي، حيث عرقل توتنهام انطلاقة مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي ليمنح ليفربول فرصة لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط عند تساوي الناديين في عدد المباريات الملعوبة. هذا وفاز ليفربول على نوريتش سيتي 3 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذا الفوز عزز ليفربول تواجده في المركز الثاني بوصوله للنقطة 57، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 17 نقطة. وصل نجم ليفربول محمد صلاح صدرته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عزز رصيده من الأهداف للهدف 17 في شباك نورويتش سيتي ليبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه دييغو جوتا. هذا واحتفى فريق ليفربول الإنجليزي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوصول محمد صلاح لهدفه رقم 150 في مشواره مع الفريق، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي صورة لقائد منتخب مصر وعلقوا عليها بكتابة 150 لحظة لن تنسى أسعدنا فيها الملك. ختام الجولة الرياضية مشاهدينا، فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح.